من دقائق غادر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لواشنطن على رأس وفد بيضم 3 وزراء، هم وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية. ده علشان يشاركوا في القمة الأمريكية الإفريقية اللي بتعقد هناك بحضور رؤساء وممثلي 50 دولة إفريقية، بالإضافة طبعا للجانب الأمريكي بطبيعة الحال، ومشاركة الاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني الإفريقية. العنوان هو مناقشة فرص الاستثمار والتجارة في القارة الإفريقية في ظل رغبة أمريكية بالتواجد بشكل مكثف في إفريقيا في الفترة اللي جاية. في معلومات بتتكلم على انه تم الاتفاق، يعني فرصه هيبقى متواجد طبعا المهندس ابراهيم محلب، فبالتالي في فرصه لبعض اللقاءات اللي بيتم الترتيب ليها والاتفاق عليها بالفعل، سواء لقاء كلام عن رئيس الوزراء الليبي ورئيس الوزراء الجزائري، وفي محاولة للترتيب مع رئيس وزراء الأثيوبي في لقاء برضو يجمعهم مع المهندس إبراهيم محلب. وكان في كلام بقى بالنسبة للمواضيع اللي هيتم طرحها، هنحاول نفهم مع حضراتكم إيه اللي موجود على أجندة المهندس إبراهيم محلب في اللقاء أو في القمة الإفريقية الأمريكية.